أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل المدارس التي تضم مراكز اقتراع وفرز مخصصة لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان للعام 2022 يوم الاثنين المقبل. قال الناطق باسم الوزارة أحمد المساعفي لقناة المملكة إن التعطيل سيكون مخصصا للمدارس التي تضم مراكز اقتراع وفرز للانتخابات المحلية على أن يحول الدوام فيها إلى التعليم عن بعد، فيما يستمر الدوام في المدارس التي لا تضم مراكز اقتراع وفرز اعتيادية. لتفاصيل أكثر تنضم إلينا الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية دكتورة نجوى قبيلات. دكتورة نجوى قبيلات حياك الله في قناة المملكة. دكتورة، كشريك رئيسي في العملية الانتخابية، لو تضعينا في صورة استعدادات وزارة التربية لليوم الاثنين ما قبل الانتخاب والثلاثاء وأيضا يوم الأربعاء. يسعد مساكي ساندي ويسعد مساء السادة المشاهدين. طبعا وزارة التربية والتعليم بالتأكيد يعني تقدم يعني كل مواردها البشرية والمادية لخدمة عملية الانتخابات إن شاء الله تعالى، ليكون هذا العرس الوطني بأبهى صوره إن شاء الله تعالى. كانت وزارة التربية والتعليم قد قدمت مجموعة من المدارس التي تم اختيارها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات لتكون مراكز اقتراع وفرز أو مراكز تجميع نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى للعام 2022، وأيضا شارك عدد من المعلمين والكوادر الإدارية كأعضاء في لجان الفرز والاقتراع. وقام معالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بمخاطبة دولة الرئيس يطلب تعطيل الطلبة في المدارس التي ستكون مراكز اقتراع وفرز أو مراكز تجميع نتائج الانتخابات، وتمت الموافقة يوم أول أمس على هذا الطلب، وسيكون تعليم الطلبة في هذا اليوم لهذه المدارس تعليما عن بعد، فيما سيستمر دوام أبنائنا الطلبة في بقية مدارس المملكة تعليما وجاهيا كالمعتاد إن شاء الله تعالى بإذن الله. عندما تحدثت دكتورة عن المدارس التي سيتم فيها وستكون مراكز الاقتراع، طيب العملية التنظيمية لربما لهذه المدارس ونشر هذه المدارس التي ستكون فيها مراكز الاقتراع حتى يعني يتم ضبط النظام في هذه المدارس عن غيرها؟ بالتأكيد يعني هناك تنظيم بين وزارة التربية والتعليم والهيئة المستقلة للانتخاب وأيضا الأجهزة الأمنية، حيث سيتم تسليم المدارس قبل الانتخابات بيوم للجان المشكلة والأجهزة الأمنية لوضع المواد التي ستستخدم للفرز والاقتراع، وهناك ترتيبات أكيد يعني اتخذتها الهيئة لتنظيم عملية الاقتراع، حيث سيكون يوم الثلاثاء كما تعلمين هي عطلة لكافة المدارس. واليوم الذي يلي يوم الاقتراع بالتأكيد أحيانا تضطر اللجان لوقت متأخر للعمل في هذه المدارس، مما اضطر وزارة التربية والتعليم إلى تأخير دوام الطلبة في اليوم الذي يلي يوم الاقتراع في تلك المدارس فقط حتى الساعة العاشرة، حتى يتسنى لمدراء المدارس يعني إعادة ترتيبها وتهيئتها لاستقبال الطلبة في اليوم الذي يلي يوم الفرز إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة، للتوضيح أكثر، عدد المدارس التي سيكون فيها التعليم عن بعد يوم الاثنين؟ حوالي 1850 من مدرسة من أصل 4002 مدرسة حكومية، إضافة إلى المدارس الخاصة تقريبا المقدرة ب 3000 مدرسة سواء كانت خاصة أو مدارس الثقافة العسكرية والأمروة بإذن الله. دكتورة، أيضا نتحدث عن ما تحدثت عنه وألمحت إليه بمعرض حديثك بأنه هناك كوادر التربية المشاركين بالعملية الانتخابية سيكون دوامهم يوم الأربعاء، بخصوصا بأنه عملية الفرز لربما تشهد تأخيرا وغيرهم من هذه العمليات التكتيكية والتنظيمية. كيف سيتم التعامل مع هذه الكوادر بالذات في هذه المدرسة؟ يعني لا أعتقد أن دوام الكوادر المشاركة بالانتخاب كلجان اقتراع وفرز ستستمر حتى ساعات الصباح، هذا مستبعد.
ولكن المشاركين في مراكز تجميع نتائج الانتخابات هؤلاء يعني أصلا تم اختيارهم من الإداريين وليس المعلمين، يعني المعلمين تم اختيارهم كأعضاء في مراكز الاقتراع والفرز والتي متوقع أن تنتهي يعني في ساعة، يعني قد تكون يعني بعد الساعة 10 من مساء يوم الثلاثاء، ولم يعيق التحاقهم في العمل لليوم التالي. ولكن المدارس التي كانت تستخدم كمراكز اقتراع وفرز ومراكز تجميع نتائج انتخابات، يعني بعد يعني قيام المواطنين بعملية الاقتراع قد تحتاج إلى إعادة تنظيم مرة أخرى وترتيب للأثاث داخل المدرسة والأدراج داخل الغرف الصفية، فقد يحتاج إلى يعني تأخير الدوام حتى الساعة 10 ليتسنى لنا إعادة ترتيبها إن شاء الله تعالى. سيتم تأخير الدوام في تلك المدارس، هل هناك خطة لربما إلى يوم الأربعاء أو حتى يوم الخميس، بما أنه هذه العملية التنظيمية، بأن يتم التوجه في خطة باء لنقل إلى التعليم عن بعد؟ لا، يوم الأربعاء اليوم الذي يلي يوم الاقتراع والفرز إن شاء الله تعالى فقط يقتصر القرار على تأخير دوام المدارس التي استخدمت كمراكز اقتراع وفرز حتى تمام الساعة 10 صباحا إن شاء الله تعالى. أما بقية المدارس فالدوام كالمعتاد. إذن الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، شكرا جزيلا لك دكتورة على كل هذه التفاصيل.